السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة. فيديو مختلف، اسمحوا لي حتى سجلت حيت الصوت الأصلي في الأول كنت مهم، بديت كنسجل وكان ما سجلش الصوت للأسف حتى قررت نسالي، ولكن ماشي مشكل. كما كتشوفوا هاد الفيديو فيديو مختلف، كما هاد الأيام كنسولكم على الرأي ديالكم، وكنتمنى هاد المرة اللي شاف فيديو يخلي لي التعليق ديالو ويقول لي الرأي ديالو. هنايا فاش هذاك الفلوغات كنظن تقريبا عامين، هذا ماشي مارس اللي فات، مارس الاخر كنا درنا واحد الجوله. المهم فاش مشيت عند فاطمه الزهراء روعه المذاق بدون جلوتين، شديت عند الطريق، راه باقي عندي واحد الفلوغ تا هو ديال الطريق، وهذا صورته لكن مازال ما حطيتوش. حطينا حوايج اخرين انا وفاطمه، حطينا وصفات ديال داك السفر، سفر على غفله. انا معوله نمشي عندها، ولكن غير وصلت عندها الصباح جاني خبر ديال الوفاه ديال الخالي الله يرحمه في الباديه، ومن تما شدينا الطريق. راه صورت معاكم، كان الشتا كتصب بزاف والريح، راه صورت معاكم كلشي، الفلوجات والخبز ديالنا اللي سال لينا مع مشينا على غفله. حنايا بثلاثة سيلياكيين وبزاف الحوايج شاركناهم معاكم، الطبيعة ديال قلعة سراغنا ديال مراكش ديال المهم فلوقات كتير في بلاي ليست، رجعوا ليهم. كتشوفوا المنظر غادي تستغربوا تقولوا كيفاش هاد الشيء. المهم ملي قر هنا هاد الشيء النواحي ديال أزيلال، مشيت عند العائلة. ملي وصلت حتى قربت لتما القلعة، كنت غنقول لكم مساحة سراغنا، سمحوا لي على هاد الصور، المسامحة، عزكم الله، حشاكم كما كنقولوا. وصلت قلعة سراغنا، وصلت لدمنات، ولا قلت لا حشومة، عندنا عائلة في أزيلال، اذا غادي نكمل الطريق. بقات كنظن شي 70 كيلومتر على دوك الناس اللي عندهم، قلت لا تا هما نمشي نشوفوهم زياره صله الرحم في سبيل الله. صافي مشينا عند الناس، اتصلت بهم، مشينا كلينا تعشينا، الله يقوي الخير الله يخلف. قالك لا اجيو غتباتو، غنديكم واحد البلاصه تباتو فيها. المهم ما فهمنا والو، مشينا حتى تابعهم انا بالطوموبيل، حتى نزلنا هنايا. قال لك غتنعسو هنا في هذا الفندق، هذا الهوتيل. المهم قبلنا الهديه، ما بغيناش زعما نديروهم، وهذا ما سمعنا الهوتيل وما بغيناش زعما. المهم كتعرفوا هذا الوقت تاع كورونا كان، وهذا كان هنا مشدين بزاف كورونا. قبلنا الهديه، فرحنا، قلنا مزيان وطيل وهذا. ولكن ملي دخلت اكتشفنا انه سبحان الله النظافه ما كايناش، من عادمه ما كاينش حتى زعما باش يواظبوا، خلي داكشي قديم ولا ماشي مشكل، ولا شي حاجه اللي بحال دابا الصباغه ولا الحيط راه مقشر ولا مهرس ولا، ولكن شي حاجه اللي صغيره. ها نتوما لا تلفازه خدامه لا بارابور لا البرد، المتع البرد، البولات اكثرية ما خدامين. شوفوا النظافة، الوسخ، بحال دابا غير كيتسنى فينا السيد كان واقف حدا الباب، وملي كواقف حدا الباب دوز واحد الشطابة، حشاكم هانتوما. قلت لكم سمحوا لي على الصور على الفيديو، هانتوما شوفوا الطار وحشاكم ديال الزبل باقي عامر. زعما ما قبلش ليا خاطري هاد الشيء، وبقيت كنتردد واش نقولها لهاد الناس اللي عطاونا هاد الشيء، هديه هاد المبيت هديه ولا لا. بقيت كنتردد، ولكن لا قلت خاصهم يقولوها باش ما يقولش مول الفندق هاد الناس جاوا ها هما وخلصوا، السيد غادي يخلص حيت هديه ماشي حنا اللي غادي نخلصوا. كون كنت انا غادي نهضر، ولكن ما لقيناش، دخلنا اعطانا السوارت وما بقيناش شفناه. والغد فقنا بكري، راه كيما كتشوفوا راه الصباح بكري. ها نتوما خرجت باش نقلب باش نعرف والو، ولا بغيت مانطا ولا ما كاينش معاه من تهضر. رجعت في حالي، والصباح بكري مشينا، اذا ما بيت فقط. فاش مشينا عند الناس، مشينا الصباح نفطروا، غنشارك معكم الفطور حتى هو، شاركت معكم شحال من حاجه. المهم دخل الناس سولونا، قالنا لاباس كي نعستو، هذا جاتني الضحكه.
وقلتها ليهم، قلت لهم شوفوا اللي يحسب لكم شي ثمن غالي ولا راه الوطيل ما يستاهلش، راه غير سمية الوطيل. وللاسف انه جا في موقع زوين الباديه والجو بلدي وهكا وحشومه، شوفوا الوساخ، شوفوا واحد الحاله زعما سبحان الله، ما كاينش الاهتمام، ما كايناش النظافه. يمكن هنا غادي نهضر، داكشي علاش وقفت باش غير تسمعوا الصباح، صوت الصباح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سون جلوتين. صباح الخير، صباح الأنوار، هذا الصباح بكري. يلا صباح الحال، نحن في الظلال كما كتشوفوا، كيبانوا لكم هذوك لقالق راهو مايا، المنظر زوين ما شاء الله، الدنيا خاوية سقيل، هذاك الموتور اللي غادي يلا كما عودناكم غادي نشارك معكم ان شاء الله الجديد والمهم التحركات ديالنا. لابسين خسارة ما عمرش البرد، المهم الطبيعة سبحان الله. قلت لكم هانتوما شوفوا، ما بقاش في داكشي قديم كما قلت لكم، ولا واش فهمتوني علاش كنهضر؟ واش الفكره وصلت ان الواحد مهم النظافه، واخا تكون حاجه قديمه ولا مهم انتيك ولا باليه ولا كيما بغينا نفهموها، ولكن خاص تكون نظافه، يكون مهم المعامله، الاستقبال مع من تهضر. ما فهمتش والله، المهم كان هذه هي التجربه ديالي، بغيت نشاركها معكم. خليوا في التعليق واش الا كنتو نتوما في هذا الموقف غادي تهضروا، غادي انا يام كون ما كانتش قلت لكم، كون ما كانتش الهديه مع عند الناس، انا نهضر مع مول شي، ما يمكنش نعطي فلوسي ونعس بحال في حال ما كان بحال هذا. ماشي غير عليا، حتى على ناس اخرين. ها نتوما ما كاين حتى واحد هنا يرى الطوموبيله، حنا المهم هذيك كنت كريتها هي اللي جينا فيها ورجعت فيها، الدنيا خاوية خاوية. هذا هو الفلوج اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى يعجبكم. وإلا كنتو مازال ما شفتوش دابا غادي الفلوجات اللي نفطرو، فاتوا، وغادي قلت نقعد لكم مع شي الخبز ديال ديالنا الكوسه واحد اللي محضره مغامرة. ليه، حيت مازال مسافرين، غنشوف واش غادي نعجنو دابا ولا حتى غنمشيو لبلاصه اخرى. المهم غنفطروا بهاد الرقائق ديال الكينوا، ديال الاكشين ديال الكينوا وديال الروز، وهذا غادي نعديو بيهم. انا مشاركه معكم شحال من مره، انا غنصور معكم. ايوا ها انتم كل واحد الزيت ديالو، الزيت البلدي، العسل الحار، ماشي هنا كرش، هيوا كما العادة السكر طبيعي، ولكن انا عندي كندير السكر ديالي، السكر الاحمر. هما هادو اللي كنقول لكم، ما عرفتش واش مصوراهم معكم ولا لا. المهم هما هادو، راه كاين جوج انواع، راه شايفينهم في الفيديوهات السابقه، وحقيبه سيلياكي راني مشاركاها معكم. المهم احنا فطرنا، تمام لي الخير، كلينا الخير موجود، ومن بعد كملنا الرحله ديالنا، صافي فطرنا، شديت ثاني الطريق. ومهم راه مشاركه معكم بزاف الفيديوهات كما قلت لكم، الخبز ديال الطواري اشنو درنا فيه، مشينا قلبنا، مشينا للسوق، و
شرينا الحبوب وطحناهم وصوبنا خبزنا، والمهم بزاف د الحوايج رحنا شاركناهم معكم. الطبيعة كنظن واحد 4 ايام ولا 5 ايام دوزناها فيديوهات فلوجات ونصائح ومعلومات، كنتمنى تشوفوها. اذا كان هذا هو الفيديو، كنتسنى الرأي ديالكم والآراء ديالكم تعاليقكم، والسلام عليكم الى فرصة قادمة ان شاء الله. اذا المنظر زوين ورائع، ولكن للأسف يلا نخليكم بخير وعلى خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم، دخلتوا صدفة او عن قصد، القناة راها متنوعة، فيها وصفات فلوجات نصائح معلومات، وفيها من كل فن طرب. اذا كنتم مازال ما مشاركين، شاركوا فضلا وليس امرا، ضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.